السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأزال الغمة، وإن على ذلك لمن الشاهدين. يقول الحق سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من النار. عباد الله، أسأل الله لي ولكم التقوى والخوف من الجليل. إن الله سبحانه وتعالى خلق بعض الأماكن وفضلها على أماكن أخرى، وخلق أوقات وفضلها على أوقات أخرى، وفضل الله عز وجل خلق شهور وفضل بعضها على بعض، وخلق الله سبحانه وتعالى أيام وفضل بعضها على بعض، وجعل الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة من خير أيام الأسبوع. الله سبحانه وتعالى He created places and He made them better than other places. And Allah سبحانه وتعالى He created certain time and He made them better than other time. And Allah سبحانه وتعالى He made certain month better than other month.
And he makes certain days better than other days. And Allah subhanahu wa ta'ala, he makes Yawm al-Jum'ah the best day during the week. يوم الجمعة هذه الخطبة مهمة جدا لأننا نرى كثيرا من الإخوة لا يقدرون هذا اليوم ولا يعرفون فضله وأحكامه. The day of Jum'ah, this is a very important khutbah because we see many brothers and sisters didn't know about the importance of the day of Jum'ah, didn't know about the virtues and the ruling of the day of the Jum'ah. يوم الجمعة يوم عيد يوم عبادة يوم ذكر يوم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. The day of Jum'ah is celebration, is day for worshiping Allah Azza wa Jal and remembering Allah Azza wa Jal and sending the peace and the blessings upon Muhammad صلى الله عليه وسلم. يجب أن تستعد له من الليلة الجمعة تجهيز الثياب والنوم المبكر وجعل الأولاد يشعرون بالتميز في هذا اليوم. This is a very special day. You're supposed to start preparing yourself in the night of Jum'ah. You prepare your clothes, what you wear for Jum'ah. And you sleep early for you wake up for Salat al-Fajr in Jum'ah. And even your kids, you let them feel this is a special day. وإذا كنت لا تعطيهم مصروف اعطيهم في ذلك اليوم وإن كنت تعطيهم مصروف اجعل مصروفك زيادة. If you don't give your children money, give to them the day of Jum'ah. Let them feel the difference. And if you give them money during the day of Jum'ah, increase their money in the day of Jum'ah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اليوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم said this hadith. الرسول صلى الله عليه وسلم he informed us is the best day that the sun rise up is the day of جمعة. فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة. الله عز وجل he creates Adam on this day. And this day Allah subhanahu wa ta'ala he entered Adam to Jannah. وفيه يخرج منها. And the day of the Jum'ah Allah he take him out the Jannah. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. And the day of the judgment he will be inshallah in the day of the Jum'ah. أخرجه مسلم وأحمد. وفيه يتجلى الله لأصحاب الجنة. And Allah Azza wa Jal he allowed the people of the Jannah to see him in the day of Jum'ah. وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الرسول صلى الله عليه وسلم he said to take bath, to clean yourself, to take the shower is obligatory in the day of Jum'ah for everyone who reach the age of puberty. There is obligatory. والسواك ويمس من الطين ما قدر عليه. And to brush your teeth with miswak. And to do the perfume much what you can. Because you're going to meet Allah subhanahu wa ta'ala. You go be guest in Allah Azza wa Jalla house. أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات. واسمع إلى هذا الحديث. Listen to this hadith carefully. The Rasul صلى الله عليه وسلم said أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة. The Rasul صلى الله عليه وسلم said the best of the prayer is the salat al-fajr on the day of Jum'ah. In jama'ah, in the masjid. اسمع يا أيها الحبيب. وهذا حديث صحيح. Listen to this second hadith. And this hadith is صحيح. And for the people who study the knowledge of the hadith,
That's for him makes me from whom he did this hadith. هذا الحديث صحيح. ولف الترمذي يحله الشذوذ. يقول حسن ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال النووي في الميقات إسناده جيد. This hadith is صحيح. حديث أوس بن أوس الثقفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل. رسول صلى الله عليه وسلم whoever let his wife take bath and he take the bath in the day of Jumu'ah. وأبكر وابتكر. And he went early to the masjid. ومشى ولم يركب. And he walked to the masjid. He don't ride anything. ودنا من الإمام. And he be close to the imam. واستمع. And he listened to the khutbah carefully. ولم يلغ. And he not involved in anything. What does this distract him? Anything? You're supposed to be listen to the imam and don't leave nothing, make you busy. Don't play with your hand. Don't start touching your phone. Don't start looking left and right. Listen to the imam. Listen to the imam in Jumu'ah if you want reward. What's the reward for this person? You know what the reward to this person? له لكل خطوة أجر عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he said, Allah give him with every step, every single step, you walk to the masjid, he give you reward whole year of fasting and making tahajjud. There is no reward like this. With every step, it's like you fast 365 days. And it's like you make tahajjud 365. There is no reward like this. With every single step. وكم من أناس يقولون هذا يسير. And how many people they said this is easy. ولكن يسير على من يسر الله له. And this is easy for the people what Allah make it easy for them. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العليم العظيم. And this is the bounty of Allah. He'll give it to whom he wills. And how many actions we need the reward towards? But we will make it in our life. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة واسمع إلى هذا الحديث. This hadith is very important to every Muslim to know it. To every Muslim to know it. Who pray and come to Jumu'ah, pray also. إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد. You see, on the day of the Jumu'ah, the malaika sit on the door of the masjid. فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازلهم. And they record the name of the people who come early, who not. And the people who come in the first hour, فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُورٌ. They have the reward like someone sacrificed of the cost of Allah subhanahu wa ta'ala, camel. وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةٌ. And the people when they come after them, they have reward like the sacrifice of the cost of Allah, cow. And the people when they come after them, they have reward كرجل قدم شاة. Like man, he sacrificed of the cost of Allah, sheep. And the people when they come after them, they have the reward like someone sacrificed of the cost of Allah, chicken. And the last one, he have the reward like he sacrificed of the cost of Allah, an egg. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا إلى المسجد يستمعون الذكر. When the imam stands in the minbar and the adhan been called, they close the books. The kajis can be closed. And they get into the masjid for they can listen
to the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله له الحمد الحسن وله الثناء الجميل والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, he said to his messenger, but when this whole transaction or diversion, the rush to it, I let you stand by yourself, say, what is with Allah Azza wa Jal is better transaction, is the best of the business. Wallahu khayrul raziqeen. And Allah is the best of the providers. Aynam. إذا أذن المؤذن يوم الجمعة أن البيع في ذلك الوقت حرام وإن كنت ما تبيعه حلال. In the muaddin call adhan for the day of the Jum'ah, whatever transaction you make it is haram. Whatever sale you do is haram. And even what you sell is halal. And it's not only that, only for the one who sell. The one who sell and the one who buy. Aynan. At that moment, it's haram. Because Allah has said, he said, وَذَرُ الْبِيَعِ. He said, in the time of the Jum'ah, وَذَرُ الْبِيَعِ. Stay away. Stay away from business, from transactions. وَإِذَا دَخَلْتَ الْمَجِّدِ فَلَا تَقْعُدْ حَتَّى تُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَمْرِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. أخرجه أحمد. And if you come to the masjid, don't sit till you pray two rak'at. Because Rasul صلى الله عليه وسلم, he said in the hadith, if you come to the masjid and you see the Imam making khutbah, don't sit, make two rak'at first. And we see many people, they come to the masjid all the time, every Friday, they come and they sit down without two rak'at. We said Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he ordered you to pray before you sit down. And this is the sunnah of the Habib. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. Whoever, even you tell your friend, listen to the Imam doing the khutbah يوم الجمعة, that means you make a lagu. A lagu, you entrap the people. You broke in your Jum'ah. You have no reward for Jum'ah there. لكنك لا مهان إلى الذين لا يحضرون إلى صلاة الجمعة. Now I speak to the people who don't come to صلاة الجمعة. The people who neglect صلاة الجمعة. What the Rasul صلى الله عليه وسلم said about these people. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا, ليس لسبب مرض لكن تهاونا, طبع الله على قلبه. وأنتم تعرفون ما الطبع, أي الغشاوة, أي الرام. الرسول صلى الله عليه وسلم, whoever neglect جمعة three times, headless and laziness, not because he's sick or emergency, Allah subhanahu wa ta'ala, he will seal in his heart. He will put the cover in your heart. You see how the Jum'ah is very important? وَإِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ سَاءً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ الْمُسْلِمِ يَدْعُ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهِ إِيَاهَا. And this is the real business with Allah. The real business,
There is time in the day of Jumu'ah. No Muslim at that time invoke Allah. Anything he wants. Anything. And this hour, Allah he will give it to him. You want the money? Invoke Allah subhanahu wa ta'ala this hour. You need the health? Invoke Allah subhanahu wa ta'ala. Anything you want. You want the Jannah? Raise your hand and ask Allah subhanahu wa ta'ala this moment. قال سبحانه فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل said, will my servant ask you Muhammad, ask you about me, indeed I am near to them, I respond if they call me. Just call Allah. الدعاء مخ العبادة. The brain of the worship is the دعاء. That's the dua. When you raise your hand, you beg Allah subhanahu wa ta'ala. That's dua. That's ibadah, because you know you have Allah subhanahu wa ta'ala, the one who will answer your dua. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned and he said in the day of Jumu'ah there is hour. If some Muslims, he was in his prayer and he became dua, he unfolded Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever he asked, anything from dunya or anything from the akhirah, anything small or bigger, Allah he will give it to you guarantee. And this is guarantee from Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aynam. واختلف العلماء فبعضهم قال هذه الساعة متى يقف الإمام على المنبر إلى أن تفرغ الصلاة، وقال البعض الآخر هي من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. And the علماء they have divided this. Some علماء they said this hour when the Imam standing in the minbar to the salat is over. And some scholars said no, because they have evidence in other hadith. He said, after Salat al-Asr, till Salat al-Maghrib. وهنا يجب على المسلم من إكثار الدعاء في هذا اليوم. والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم لربما أرزقه الله بهذه الساعة. And this is for the Muslims. Make much dua you can. And peace and blessings upon رسول صلى الله عليه وسلم. Maybe Allah عز وجل, He favor you with this hour and He accept all your dua. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. The Rasul صلى الله عليه وسلم said increase the salat upon me in the night of Jum'ah and during the day of the Jum'ah. فعلم يا أخي فضل الجمعة يتكرر كل أسبوع كل أسبوع يتكرر وسيأتي يوم لن تكون شاهدا على ذلك اليوم. And we see Shur Jum'ah come every week. Come every week. Remember, 1 week, you will come Jum'ah and you will be among the lines in Salat in the Masjid. Allah, you will be meeting Allah subhanahu wa ta'ala. So benefit from the Jum'ah. I advise myself and yours. If you have the ability to put your car far and you walk to the masjid, don't let these blessings go away from you. Don't let these blessings go away from you. You have reward with every step, like you fast whole year, like you make tahajjud whole year. And we need these blessings in the day which we will meet Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said, when the salat is over, you can go in the earth, split in the earth, but remember Allah. Remember Allah, much you can. Much you can. You're working, making dua. Even you have your job, making dua when you work. Making salat upon Rasul sallallahu alayhi wa sallam. You walk, you drive, remember Allah subhanahu wa ta'ala. And know the hadith of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. اعرف الله في الرخاء. يعرفك الله بالشدة. If you know Allah Azza wa Jalla in the easy time,
Allah will remember you in the hard time. And the hard time, this will be the day of Yawm al-Qiyamah, the day of the judgment. That the day of what we need to every good deed we do it in this world. So work for Allah Azza wa Jal. I advise myself and yours to work for Allah Azza wa Jal and benefit and make Allah Azza wa Jal make us from the people who heard the hadith of Rasulullah and the Quran and act with it in the life. And doesn't make us from the people who heard the hadith and the Quran and neglect it. We hid this fault. Allahumma fi lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma fi lana fawqa al-ard wa tahta al-ard wa la tafdahna yawm al-ard. اللهم اسقنا من حوض ربيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظما بعدها يا رب العالمين. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم ادخلنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن شاء الله after الصلاة we have one brother he will take شهادة بإذن الله عز وجل. بس خوفت في تهان نمسك بس الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.